رقم واحد وهي من أهمها، ما هي؟ نحن في عصر السرعة فأقول رقم واحد، يا حبي لك والله جابه على طول. رقم واحد نقول الاختصار، اختصر، ويجب أن يكون كلامك مختصر أكثر مما تتوقع. يعني تكتب بعض الأحيان أو تقول سنابة، يلا أنا عندي السالفة الفلانية بقولها في 5 سنابات، يجب أن تقولها وتكون مختصرة أكثر مما تتوقع. 5 تراها كثيرة، خليها 3 يا أخي، أدب قول مختصر المفيد، مو لازم تقعد تسوي قصة وحكاية وتطولها وكل شيء، خليه مختصر أكثر مما تتوقع. وهنا بعض الأمثلة وبعض الأمور، أن في على سبيل المثال في تويتر المشاركات القصيرة تنتج تفاعل أكبر بنسبة 23%، فأحد الشغلات بعضهم يكتب تغريدة 70 حرف، 100 حرف إذا كثرت وخلصت السالفة اللي عنده، إيش يسوي؟ أوه باقي عندي والله 40 حرف فاضي، خلينا أكمل يا ربي، واللي يبغي يعبيها يا أخي مو صح، مو لازم، خلصت 100 حرف انتهت الفكرة، انتهينا يا أخي، بس يقولك باقي عندي عدد أحرف. في معلومة هل تعلمها؟ أن عدد الأحرف إذا كان من 70 إلى 100 حرف فإن هذه التغريدة يكون مستوى نجاحها أعلى بكثير من التغريدات الأخرى. ليش؟ لأنها من 70 إلى 100 حرف وليس 150 حرف أو 140 حرف. فالتغريدات التي تتراوح من 70 إلى 100 حرف مختصرة ومفيدة والناس تحبها بالصميم على طول، على طول واضحة، تلقى الواحد يتصفح قاعد يشوف هذه سطرين هذه 3 هذه سطرين هذه 3، هذه سطر واحد يوقف عندها ويقراها، وقد يضطر يقراها مرة ثانية ويتحمس لها أكثر. وقالت العرب قديما الإيجاز إعجاز، صح. الذي يستطيع أن يوجز فهو ما شاء الله عليه، فالإيجاز إعجاز. في أيام الأحداث اللي تصير أحيانا في تويتر أو تصير في المملكة، في بعض الكتاب أو النخب الإعلامية يعلق بجملة قصيرة جدا فيها إيجاز كبير، يعني سبحان من هداه وألهمه هالكتابة، فعلا يوم تشوفه تقول يا أخي ما شاء الله عليه. في بعض الأشخاص في البرنامج ودي أشوف سناباتهم بعد البرنامج، أتوقع 3 ساعات في اليوم أو 4 ساعات. طيب هذه ترى والله مهمة يا شباب في السنابات، ليش؟ خلي تعليقا على كلامه، السناب كم مدته؟ 10 ثواني. أهلا بكم، أنا والله اليوم هنا موجود كل شيء، معلق خلاص خلصت السالفة عنده، باقي خلص في 6 ثواني معلق إصبعه، طيب شيل إصبعك وخلاص 6 ثواني تنزل ترى السنابة، لا يقولك لازم وأقول لكم يحاول يطلع سالفة، يا أخي خلاص خلص تكفل، يقول طيب هو يقعد يلف يوري الناس يطلع له أي حاجة، ترى ليس شرطا أنك تكمل 10 ثواني، عندك خيار أنك تأخذ 5 ثواني 6 ثواني وتقفل انتهينا. فاحتجت سويها في سنابة ثانية، بعضهم سالفة طويلة يعني طويلة طويلة، واحد يبغى يقول لك زي ما سويت أنا، دخلت شربت قهوة ولا شاهي ولا عصير وقمت ألقي الدورة، مدين أقدر أقولها اليوم والله كنت عند قناة بداية ويعطيهم العافية أعطوني قهوة وشاهي وشكرا لهم وبدأت الدورة، 10 ثواني خلصت، والله يوم دخلت مع الباب ولا يفوتكم والله جابوا، تدري إيش خلوني أشرب؟ خلوني أقول لكم في السناب الثانية، شوف خلوني أقولها في السناب الثانية، ما تحتاجها أصلا هالكلمة، أرفع يدك وقولها في السناب الثانية من غير في السناب الثانية 4 كلمات يا سلام. فبعدين يجي يقول والله يوم جلست ويجيني فلان ويقرب القهوة وشجها صنع لك حدث وقصة طويلة، تو ماتش في عالم الإعلام الجديد ما نحتاجها، وانت جالس مع ربعك وتتقهون ما عندكم شغلة ولا مشغلة جيب السالفة طولها يا ما العافية خذها 2 ساعة، بس الإعلام الجديد الناس تبغى حاجة سريعة 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 لأنه الخيارات أمامه كثيرة، طفش منك يا محمود إيش يسوي؟ سكيب يروح يتفرج على سعد بعد 3 أيام حذف، يا سلام يقول لك والله ألغي الصداقة يوم ما في ناس راح تنحذف. فهذه بس المعلومة العامة في الاختيار.